للأمر. أكثر من 16 عاماً قضتها أم مجدي القباسي في الاعتصامات وزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي يقبع ابنها خلف قضبانها. الأسير مجدي المحكوم 19 عاماً يقضي أوقاتاً صعبة في الأسر كبقية الأسرى. ابني صاوب في إجر الشمال، رصاصة أجته في إجر الشمال، وغير الدبسات وغير اللي أشلهن والشلاليط والدمهم، مطرة الدنيا بقت مطر الدنيا عندهم، المي اللي في الأرض صارت كلها دم من شطر دم الأسرى اللي طاح منهم ونزف منهم. أنا بنهار بكشاش الفضاء. في يوم الأسير الفلسطيني لا يزال أكثر من 6500 من الأسرى محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي في ظروف تعتبر مأساوية، ولا يستثنى منها المرضى أو الأطفال والنساء. منهم 580 أسيرا يقضون حكما مؤبدا، وهناك 45 أسيرا يقضون أكثر من 25 عاما، وهم من عمداء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية. يوجد 47 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون، 270 طفلا غالبيتهم تحت السن القانوني. تكتسب هذه المناسبة زخما شعبيا ورسميا، فمعظم العائلات الفلسطينية خاض أحد أفرادها تجربة الأسر، خاصة وأن الاحتلال اعتقل أكثر من 1,000,000 فلسطيني منذ العام 67. نجدد العهد لهؤلاء الأبطال أننا معهم في نضالهم العادل وفي نضالهم اليومي، خاصة في إضرابهم الأخير الذي انتصروا به على السجن والسجان، على مصلحة السجون وحكومة الاحتلال، وانتزعوا مطالبهم الأساسية. لم تخل سجون الإسرائيلية من معتقلين يحملون جنسية غير فلسطينية، فحوالي 13 أسيرا أردنيا لا يزالون قيد الاحتجاز، وأصغرهم محمد مهدي سليمان الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلية عام 2013 عندما كان في 15 من عمره. رغم محاولة الاحتلال الإسرائيلي تهميش قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون وإبعادها عن المحافل الدولية، إلا أن ملفهم يبقى حاضرا في كل المناسبات، ويرى فيه الفلسطينيون بأنه الملف الجامع لكل الفصائل رغم اختلافها وخلافاتها. نهاد حجازي، المملكة، رام الله.